إلى البورصة المصرية والتي ارتفعت مؤشراتها بختام التعاملات اليوم الثاني على التوالي، وأغلق فيها رأس المال السوقي عند مستوى 673.4 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 9 مليارات و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,048 نقطة، وحقق قيمة أعلى وصلت ل 10,249 نقطة وقيمة أقل ب 10,048 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1,781 نقطة، وحقق سعر الفتح وسعر أعلى بقيمة وصلت ل 1,840 نقطة وقيمة أقل ب 1,781 نقطة، ليصعد عند 3.4%. كما فتح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2,667 نقطة ليغلق عند مستوى 2,742 نقطة مرتفعا بنسبة 2.84%. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.64 جنيها للشراء و 18.75 جنيها للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 20 جنيه للشراء و 20.13 جنيها للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 23.39 جنيها للشراء و 23.52 جنيها للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5.07 جنيها للشراء و5.10 جنيها للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 4.96 جنيها للشراء و4.99 جنيها للبيع.